21 اكتوبر لاباس، ثلاث ايام قبل العيد يظهر. الى حد الان ما عنديش تصور لما يمكن ان يحدث. كيف ما كان بالنسبه راهو كيف ما كانت معناها بالنسبه للثوره التونسيه كانت فجائيه ولم تعلن عن نفسها، ايضا مش يكون 23 اكتوبر مش تجرى في حاجه لن تعلن عن نفسها مسبقا. اتوقع غيوم متلبده وامطار غريزه لكن غزيره لكنها لن تصل الى مستوى الفيضان ان شاء الله. مش يكون في تقديري يوم عادي مبدئيا، اذا كان تصفر الحوارات هذه على نتيجه ايجابيه. والله توقعاتي 23 اكتوبر اول شيء يلزم الوفاق على الاخلالات اللي قاعده تقع توا باش تتصلح بعد 23 اكتوبر. لان ما نجموش نواصلوا بنفس الطريقه، ولكن 23 اكتوبر ما يلزمش يكون معناه تاريخ ازمه، يلزم تكون تاريخ اصلاح وتقويم وخلق مجال، لان الشعب التونسي ينتظر منا اكثر من الازمات. سيكون هذا اليوم اما يوم ازمه او يوم انفراج ازمه. وهذا بالارتباط مع ما سيتمخض عنه المبادرات هذه والحوار الوطني، فان تقدم الحوار الوطني وكان جدي واستطاعت القوى السياسيه وقوى المجتمع المدني ان تلقى ارضيه مشتركه لتقديم اقتراحات جديه تقدم الى المجلس التاسيسي من اجل تاكيدها، اذا كان هذا التوجه سيكون يوم 23 اكتوبر يوم خروج من ازمه، وان تعطل الحوار وان تعذر الاتفاق وهو امر مستبعد حسب رايي، فانه يوم 23 اكتوبر ينجم يكون يوم ازمه. كنا نامل ان نصل كلنا الى توافق وطني وان يكون مؤتمر الحوار اللي دعا له الاتحاد فضاء من خلاله نتوفق الى رسم خريطه طريق وطنيه، لكن يبدو ان الاحزاب الحاكمه والترويكا خيرت طريق اخر، حاولت ان تملي علينا خريطه الطريق الخاصه بها، واعتقدت خطا ان التوافق داخلها يعني التوافق الوطني هي قاطعه مؤتمر الحوار، ستصعب التوافق الوطني وهي تتحمل مسؤوليه ما قد يحدث للبلاد. سي جورني ديترمينونت بور لا تونيزي. 23 اكتوبر اتمنى ان يكون نهار معناها باهي في تاريخ البلاد، لكن في نهايه الامر التاريخ هذا عنده دلالته، وان شاء الله نوصلوا قبلها الى حد ادنى من التوافق، لان بدون حد ادنى من التوافق باش يكون فعلا التاريخ هذا جزء من الازمه اللي نعانوها توا. اذا كان متقدم الحوار الوطني، واذا كان النهضه والمؤتمر ترجع لهم الحكمه ويلتحقوا ويستجيبوا لمبادره الاتحاد العام لتنفيذ الشغل، يكون 23 اكتوبر اليوم اللي باش تنطلق فيه بصوره امنه وسلسه المنعرج الاخير نتاع المرحله الانتقاليه. نتمنى وانه بعد هالصوره المريحه اللي عشناها اليوم نتاع جميع الاطراف السياسيه، كنقول جميع الا الناس اللي ما نعرفش علاش لاسباب ما راهو من صالحهم باش ما يكونوش موجودين، وهما ماهمش ثلاثي هاكا ولاو ثنائي برك بما انه زملائنا نتاع التكتل شفناهم. معناتها بعد هالصوره هذه وهالاشارات اللي تنبي بما هو خير للبلاد، خاطر ان ما نراش مصلحه البلاد ما غير توافق ما بين الاطراف الكل، ان شاء الله نهار 23 وما بعد نهار 23، خاطر احنا ما يهمناش نهار 23 برك، اللي يهمنا العام اللي باش يجي بعد 23. والله الشعب التونسي اذكى بياسر من انه يدخل في بلبله كبيره ويدخل انه في صدام، يعني صدام داخلي ونزاع داخلي بين بعضه. نحن بالنسبه لنا الشعب التونسي متماسك ويحب بعضه، وان شاء الله الحوار الوطني اللي اليوم اللي يقود فيه الاتحاد العام التونسي للشغل يوصلنا الى حل انه نعطيه رزنامه واضحه للشعب التونسي ورزنامه معقوله وتكون ما غير مزايدات سياسيه. نتصور اللي هو ماهوش باش يمر كاي الايام بقى، ارجو ان ما يطورش الى امور يعني تتجاوز السيطره. اما هما مهما حاول السلطه تحاول انها تخفف يعني تهون من قيمته اليوم، وهذا يستحيل باش يكون. كذلك ربما بعض الاطراف الاخرى تنذر بانه باش يكون نهار تشعل فيه النار. انا هذا ايضا ما نتوقعوش ولربما ما نتمناوش.